11/11/2016 ده كان اول يوم اقضيه ليا هنا في تركيا، والنهارده 11/11/2019 قلت ما ينفعش تعدي ذكرى جميله زي الذكرى ديت الا ما اكلمكم فيها عن شيء مهم واول مره اتكلم عنه، الا وهي اصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي. بالنسبه بقى انا بعمل ايه هنا في تركيا، هتلاقي الكلام ده موجود في الديسكريبشن. انا طالب في المنحه التركيه بقالي 3 سنين، وهسيب لكم في الديسكريبشن فيديو كيف حصلت على المنحه التركيه بعد الرفض، لان انا قدمت على المنحه التركيه مرتين، مره اترفضت ومره الثانيه قبلت، في الديسكريبشن. خد لك لفه في القناه بعد ما تفعل الجرس، وبعد ما تشترك في القناه لو مش مشترك في القناه، وبعد ما تعمل لايك على الفيديو وتشوف الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن الدراسه في تركيا عموما، سواء كان في الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه او ايا كان، او المنحه التركيه طبعا على راسهم يعني بما اني طالب منحه يعني. طيب نبدا الفيديو وكلام من القلب للقلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من قلب تركيا اتحدث اليكم وتحديدا من محافظه مردين. نبدا بمردين. مردين بالنسبه لي سببت لي اولا مشكلتين اتنين. اول مشكله بالنسبه لي الا وهو تنوع الثقافات اللي فيها، وانا حاسس ان انا ما اعرفش كتير. يعني لقيت فيها حاجه اسمها اكراد. انا بقول لكم يعني ايه حاجه اسمها اكراد؟ يعني انا ما اعرفش ايه كردي وقتها، ما اعرفش يعني ايه الصربي مثلا، ما اعرفش يعني ايه، ما اعرفش يعني ايه الجنسيات المختلفه، وكل جنسيه ايه العادات والتقاليد بتاعتها والكلام ده كله. في مردين عايش حوالي 4 أو 5 أجناس مع بعض، او 4 أو 5 ثقافات مع بعض، فتلاقي الانسان الطبيعي في مردين بيتكلم 3 أو 4 لغات، بيتكلم التركي، بيتكلم الكردي، بيتكلم العربي في نفس الجمله الواحده. فده بيحسسك ان انت عايش مع ناس ثقافتهم مختلفه وعارفين ان هم يتعايشوا. فده سبب لي مشكله ان انا مش عارف، يعني لما حد يقول لي انا كردي، طب مين الكردي ده؟ ولما اقابل حد كردي من كردي مردين يقول لي ده كردي، خلاف اللي بيكلمني من كردي العراق، خلاف اللي بيكلمني من كردي مثلا سوريا او الكلام ده كله. فده خلاني ان انا لازم اتعلم ثقافات كتير، ولازم اقرا عن ايه هم الاكراد، وازاي نشأوا، وايه لغتهم، ومنين هم، وايه قدمهم، وايه اصل تاريخهم، عشان لما حد يتكلم معايا اعرف ان انا اتكلم معاه وابقى فاهم. فاهم ان هم دول ناس مسلمين، فاهم ان دول ناس في منهم او اغلبهم سنه، فاهم ان هم كذا الى اخره من النقط. كذلك المشكله الثانيه الا وهي مشكله اللغه. انا وصلت للمنحه متاخر شهر، فكان زمايلي بيعرفوا لغه تركي الى حد ما، يعرفوا يقراوا، وكان في 2 معايا بيعرفوا اللغه بشكل ممتاز، وانا ما اعرفش. فده حسسني ان انا اقل من اللي حواليا، وانا في اي مكان بدخله جديد ما احبش ان انا ابقى اقل من حواليا. يعني المفروض انا بادئ كورس لغه يبقى كلنا مستوانا واحد، فانا جيت متاخر شهر فبقت الناس مستواها اعلى مني، فانا ما بحبش حد يبقى اعلى مني، وده كان سبب لي مشكله. فكنت من الجامعه للبيت ومن البيت للجامعه، واذاكر وانام واصحى واذاكر وانام واصحى واذاكر. تاني حاجه اقرا كتب، قرات كميه كتب كبيره جدا، وبدات ان انا الخصها بحيث ان انا ارجع ان انا اقرا الملخصات دي بس افتكر. تاني مشكله كانت عندي الا وهي فكره فقه التقبل. ما كانش عندي فقه تقبل، يعني ما كنتش بعرف ان انا اتعامل مع اللي حواليا بشكل كويس ازاي. كنت كويس ولكن مش بعرف اتعامل بشكل كويس، لكل واحد مننا عادات وثقافات مختلفه. فانا مثلا ما اعرفش ان انا لما احط رجلي بالشكل الفلاني ده يضايقك، ما اعرفش مثلا بعض السوريين زمايلي مثلا لو ممكن منهم اللي بيسمع دلوقتي الفيديو بقول له يا ابني يا ابني، احنا في مصر بنعادي بنقول كلمه يا ابني، هما بالنسبه لهم لما تقول له كلمه يا ابني ديت يعني بيحس البعض طبعا مش الكل، فبيحس لا ازاي بتقول لي يا ابني، انا مش ابنك يقول لي كده. فبدات اتعلم ثقافات جديده، وكل ثقافه ايه اللي بتواجههم منها من مشاكل، سواء كان السوري سواء كان العراقي سواء كان جنسيات اخرى احنا ما بنتعاملش معاهم دايما، زي البنجلاديش، زي من روسيا، زي مثلا من اكتر من دوله عموما بدون ذكر الاسماء، سيراليون زي كذا. بدات اعرف دول اماكنها على الخريطه ما كنتش اعرف عنها. انا كنت طبعا علمي مش ادبي، فما كانش ليا في التاريخ والخرائط بشكل كبير، فبدات في دول اسمع عنها هي صغيره، زمايلي منهم هنا ما كنتش اسمع عنها تماما. فده خلاني ابحث وادور وازود من ثقافتي عشان ابقى ثقافتي مشابهه لثقافه الناس اللي موجوده. ده غير ان المنحه بتختار افضل الطلاب، فالناس اللي حواليا عارفين لغه واثنين وثلاثه، وانا حاسس ان انا ما بعرفش غير العربي اللي هي لغتي اصلا الام، وكذلك اللغه الثانيه الا وهي اللغه الانجليزي، ومش بنسبه 100%، يعني ما اقدرش اقول انها زيها زي اللغه العربي مثلا. هم بقى بيعرفوا اللغه الانجليزي والفرنسي واكتر من لغه، فده فتح نفسي وخلاني ان انا اجتهد ان انا اتعلم. فدلوقتي اقدر اكلمكم بالكردي شويه، اعرف اكلمكم بالتركي شويه، اعرف اكلمكم باللغه البنجلاديشيه او اللغه البنغاليه، واعرف اكلمكم باكتر من لغه من اللي انا اتعلمتهم من زمايلي خلال ال3 سنين دول. وممكن ابقى اعمل فيديو اتكلم فيه عن اللغات، وقريبا جدا ان شاء الله، واقول ازاي اتعلمت اللغه التركي، وايه الطرق اللي انا او الطريقه اللي انا استخدمتها في تعلم اللغه التركي. تمام، نيجي للنقطة اللي بعد كده، كانت اللي هي النقطة الأكبر والأقوى، ألا وهي نقص الفلوس والبعد عن الأهل.
نقص الفلوس ديت بتواجه الناس كتيره جدا، خصوصا ان انا في الاول وفي الاساس متعود ان والدي هو مثلا اللي بيديني. بعد كده انا في مصر بدات ان انا استقل ماديا عن والدي قبل ما اجي هنا للمنحه بسنه او اتنين. طيب بس كنت باخد فلوس بس برضو نايم عند اهلي وباكل وبشرب من عندهم. هنا مستقل تماما ماديا، فده خلاني ان انا اتعلم ان الفلوس لو خلصت هضطر ان انا استلف، ولما تستلف هحتاج ان انا ارجع، ولما ارجع هرجع منين؟ ما اما من الراتب المنحه الجديد او لازم ان انا اشتغل. فده علمني ان انا لازم انزل لسوق العمل واشتغل. طب سوق العمل هو انت مين عشان تشتغل هنا؟ هل بتعرف اللغه عشان تشتغل؟ هل انت عندك مؤهلات تاهلك انك انت تشتغل في وسط سوق العمل اللي هنا؟ عندك مهاره بتعرفها؟ عندك حرفه بتعرفها؟ ما اعرفش. فده خلاني ان انا احس ان انا ضعيف، وان انا محتاج ان انا اتقوى بان انا اعرف مهارات واتعلم ثقافات تخليني اعرف اشتغل شغل فريلانسر مثلا، تخليني ان انا اعرف ان انا اشتغل في الترجمه. اشتغلت في الترجمه وترجم ورق مش مشكله، اقعد مع صاحب التركي ويصحح لي الترجمه اللي انا بعملها، واقعد اترجم مره تانية واعيد مره تانية واكتب على الكمبيوتر وقصص وحوارات عشان خاطر اوصل لمرحله ان انا احصل على فلوس، والفلوس دي تخليني اسدد الدين اللي عليا الاول، او الفلوس اللي كانت عليا اللي خدتها من صاحبي مثلا الشهر ده، وتخليني ابقى معايا فلوس اقدر ان انا اتفسح. اتفسح ان بتتفسح؟ ما انا اتعلمت من الاتراك ان عندهم حاجه اسمها فسح وعندهم حاجه اسمها تنطيط. فسح مصر بتختلف عن فسح هنا. فسح هنا كل فسحه بفلوس، انما فسح في مصر بتفسح يعني بروح اكل على في يقول لك هنروح ناكل كشري، دي اسمها مثلا فسحه، ان انا هروح مثلا مول العرب بلف في مول العرب، لكن ما بشتريش، لكن ما بروحش مناطق سياحيه مثلا فمحتاجه كذا، لكن ما بلفش مع اصحابي ففي مواصلات وفي مصاريف وفي رسوم سفر من محافظه لمحافظه. ما كانش بيحصل ده كتير في مصر، ولما كان بيحصل كان بيحصل مع جمعيه رساله، يعتبر شبه مجانا او على الاقل كان بتحصل بشكل مش زي اللي هنا يعني. فده خلاني ان انا اتعلم ان انا لازم استغل وقت الاجازه بتاعي صح، الا وهو ان انا احوش فلوس عشان خاطر اعرف اصرفها في الاجازه. طيب فجيت في البدايه بحوش فلوس، او فاجئ الاقي ان الفلوس بتاعتي بتتصرف مع الفسح في 10 ايام بس. لا، انت لازم تمسك ايدك شويه، لازم تعرف ان انت لما تروح محافظه مش لازم افرتك واروح كل شويه اكل في افضل مطعم واختار كذا. لا، ممكن طالما انت بتتفسح وغاوي تلف كتير ما تاكلش كتير، يعني تاكل مره او اتنين في اليوم فقط، لا مرتين اتنين مثلا في اليوم، ولما تختار الاكل تختار الاكل المناسب لامكانياتك الماديه واحدة واحدة عشان خاطر يبقى معاك فلوس، عشان خاطر بعد كده لما تكون مع اصحابك وعدد كبير تقدر انك انت تصرف قصادهم يعني. اخر حاجة الا وهي نقطة البعد عن الاهل. بعدي عن الاهل، انا بقالي 3 سنين ما نزلتش ولا شفت اهلي في مصر، ولكن بعد سنتين اتنين من وجودي هنا خلاني اكون محمد موجود معايا. طبعا قال سنشد عضدك باخيك، وده كان اول هدف ليا، هو ان انا يكون ليا اخ حقيقي. طبعا عبد الله اخويا وكذلك كريم، ولكن انا حابب ان يكون لي اخويا من صلبي موجود معايا هنا. طبعا في احيانا كتيره جدا الصديق بيكون افضل من الاخ. يعني ايه صديق بيكون افضل من الاخ؟ صديقي انا اللي بختاره بنفسي، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش المرء على دين اخيه، قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. انما انا اخويا لقيته، صحيت لقيته هو، يعني جيت للدنيا وهو اخويا بشخصيته بشكله باسمه بطريقته، ما اقدرش ان انا اغير فيه الا بشكل او باخر، ولكن صديقي هو اللي انا بختار ان انا اصاحب ده او اصاحب ده. فدايما بيكون الصديق ممكن يكون اقرب قليلا من الاخ، الا اننا عرفا قال سنشد عضدك باخيك، زي ما ربنا عز وجل قال لسيدنا موسى مع سيدنا هارون. المهم جه محمد هنا بعد سنتين اتنين ليا من الشغل واعتمادي على نفسي، قلت لوالدي تكفل بس يا بابا ان هو لغايه ما يسافر، وبعد كده مجرد ما يوصل هنا انا اصبح متكفل بيه لغايه ما اعلمه. وبدات من اول يوم اشد على محمد واتعلم معاه، وكلمتكم يمكن وحكيت لكم فكره ان انا محمد وجوده كمان معايا هنا خلاني انا اتعلم حاجات اخرى. ولكن انا دلوقتي بتكلم عن المواقف الصعبه، سيبنا من المواقف الحلوه دي هنعملها فيديو قريبا، تابعوني وان شاء الله هعمل فيديو اجمع فيه الشهادات واجمع فيه الحاجات الكويسه اللي انا عملتها. اخر شيء فكره البعد عن الاهل، فده حاجتين اتنين. انا كنت في فتره الاجازه هنا بستغلها استغلال قوي جدا من عمل وتطوير مهارات الشخصيه. في بعض الكورسات كنت باخدها هنا كانت مجانا، وبعض الكورسات كنت باخدها هنا وهم اللي بيدوني فلوس، وبعض الكورسات كنت باخدها من على النت مجانا تماما وما كانوش بيدوني اي فلوس يعني. ولكن انا كنت بشتغل بالكورسات ديت واقدر ان انا اطلع بيها فلوس زي فريلانسر او اخرها من الامور ديت، وممكن برضو ابقى اعمل فيديو عن فكره الشغل تمام. ولكن صراحه ما ننساش فضل اهلي عليا.
ألا وهو إن هم كانوا واقفين في ظهري وكانوا بيدعموني إن أنا أظل موجود وإن أنا أستغل وقتي هناك أكتر. طبعاً لكل نجاح أنت بتعمله في حياتك بتكون فيه سلبيات، فلو ما كانتش النجاح اللي أنت هنا أقوى بكتير جداً من السلبيات فيبقى أنت انزل مصر أحسن. بمعنى لو ما كنتش حقق هنا نجاح ويتفوق أكتر بكتير من اللي أنا كنت محققه وأنا في مصر أو اللي أنا كنت حققه وأنا قاعد في مصر طبعاً، وده طبعاً بعلم الله عز وجل، يبقى الافضل ان انت انزل مصر افضل. وده القاعده اللي انا كنت ماشي بيها. فاهلي كانوا شايفيني ان نجاحي هنا افضل بكتير جدا من النجاحات اللي انا كنت بقضيها وانا موجود في مصر. استنى لما يخلص. خلص الحمد لله. يعني من الاخر عندنا حاجه اسمها فرصه وعندنا حاجه اسمها الفرصه البديله. لو ما كان تكلفه الفرصه البديله ده افضل فيبقى انا احصل على الفرصه البديله واترك الفرصه. فرصتي ان انا ممكن اكمل في مصر في وسط اهلي وفي وسط عيلتي وفي وسط اسرتي الى اخره من الامور، ولكن في فرصه بديله ان انا احصل على المنحه واسافر واتفوق واجتهد واعتمد على نفسي بنسبه 100%. فاصبحت معتمد على نفسي بنسبه 100%، وبعد سنتين اتنين محمد اخويا اصبح موجود معايا هنا، وبعد 3 سنين متزوج الحمد لله، يعني جبت زوجتي كمان معايا هنا واصبحت زوجتي موجوده معايا هنا. والله اعلم قريبا ممكن يحصل ايه، تابع وانت تعرف القادم. تاني اشتغل استنى وقف تاني الحمد لله. طيب الموضوع بكل بساطة يعني أهلي كانوا بيدعموني في نقطة إيه؟ في نقطة إن هم قادرين إن هم يستحملوا بعادي وعارفين إن فعلا النجاح اللي هو بيحققه هناك أفضل بكتير جدا من اللي هو كان ممكن يحققه هو هنا، وشايفين ده بعينيهم وشايفين التقدم اللي بيحصل خطوة بخطوة. ده رقم واحد. رقم اتنين فكرة إن إيه؟ طبعا التكنولوجيا دلوقتي ريحت الأمور دي كلها، ألا وهي فكرة إن أنت بتقدر تشوف أهلك عن طريق صوت وصورة كل يوم كل لحظه. كنت بوريهم نفسي وانا بنظف الاوضه، كنت بوريهم نفسي وانا بشتري حاجات من السوق، كلام لحظه بلحظه، ما فيش اي مشاكل في النقطه ديت. بخلاف زمان لازم تشحن كارت ولازم تتاكد ان هم صحيين ولازم قصص، لكن دلوقتي كله بقى معاه موبايلات فيها انترنت وكاميرا وبتاع، واشوفهم كانهم قاعدين معايا بالظبط، يعني بالظبط كده كاني بدرس في اسوان مثلا، يعني هم في الشمال في القاهره مثلا وانا بدرس في الجنوب مثلا في اسوان، ده بالظبط كده. وشغال في اسوان مع الدراسه بشتغل كمان في اسوان. قصة بشتغل فيه ده هنعمل عنها فيديو، قصة تعليم اللغة هنعمل عنها فيديو، قصة بقى الأمور الإيجابية اللي مريت بيها والنجاحات اللي حصلت عليها ديت إن شاء الله برضه هعمل عنها فيديو الفترة القادمة. الفترة القادمة هحاول أعمل أكتر من فيديو، وحاول أعمل لكم فيديو في حاجات جديدة عن المنحة التركية، حاول أعمل فيديو كل تفاصيل المنحة التركية 2020 آخر بقى التطورات، لأن في حاجات من معلومات أنا كنت قايلها في الفيديوهات القديمة بتاعتي اتغيرت تماما وأصبحت غير موجودة حاليا. يعني ملخص أشهر المشاكل اللي بيمر بيها الطلاب أول ما بيجوا هنا، مشكلة فلوس، مشكلة بعد عن أهل، مشكلة اللغة، مشكلة اختلاف الثقافات ما بينك وما بين غيرك فبتتخانق معاهم، وكذلك مشكلة إنك أنت تطور من نفسك أو إنك تبقى إيه يعني إزاي. فدي كانت أشهر المشاكل اللي مريت بيها يعني. ما تذكرتش مشاكل تانية، خصوصا ان الكلام من قلب لقلب زي ما اتفقنا، فمفيش لا مونتاج ولا الكلام ده كله كتير. خش اتفرج بقى في القناه عندي وادلك لفه، اعمل لايك على الفيديو لو عجبك وقول لي رايك في الكومنتات، وانتظروا القادم سلسله قويه جدا ان شاء الله وفيديوهات كتير 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 ممكن اصور كل يوم وانزل. لو عجبتكم فكره من القلب للقلب كده وافتح الكاميرا واتكلم، نتوكل على الله ونكمل فيها ان شاء الله باذن الله. يلا نشوفكم في تركيا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاي مشاكل ما بتكلمش في المواضيع دي قبل كده ابدا، اول مره اتكلم واقول حاجات زي كده والله، بس كان طلبكم. انا ما بحبش ان انا اتكلم في الحاجات اللي هي بتزعل الواحد او اللي ممكن تزعل الواحد بقدر ما انا بتكلم في الحاجه اللي بتفرحني. فبس الفيديو ده انتوا طلبتوا ان انا اتكلم في الحاجات اللي كانت مزعلاني، بس ما اكتفيتش ان انا اعرفكم ايه اللي مزعلني، بس عرفتكم كمان ازاي اتعاملت مع المشاكل ديت واصبحت ليس لها وجود تماما والضحكه موجوده والحمد لله على كل حال. فقط اسالكم الدعاء بس، واما بنعمه ربك فحدث. ده هيكون يعتبر عنوان الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هتكلم فيه عن النجاحات اللي عملتها خلال 3 سنين.